الكره الى الدفاع الموفقه. سيداتي انساتي سادتي ما تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض لتاسع أشواط الأمسية الثالثة من الأسبوع الثاني لموسم سباقات الرياض. هذا الشوط المخصص لعمر الأربع سنوات فأكثر مفتوح الدرجات تتنافس على مسافة 2000 متر مسافة 10 فورلونج قيمة الجائزة 95,000 ريال. يتقدمهم كعادته جو فاست تراولاند في المطاردة من قبل إنجلز فلايت في ثاني المراتب وكذلك فاسيلاكوس وكذلك كاريبينو في رابع المراتب. ميجر يتمركز خامسا وهناك دريفو مسيور جامبو فريش ووتر كيلز في السادسة والسابعة والثامنة. جو فاست تراولاند يتقدم بسرعة 60 وآخر 200 متر ب 11 ثانية و 72 جزء من الثانية. المطاردة من إنجلز فلايت في ثاني المراتب وكذلك كاريبينو وفاسيلاكوس يتمركز في موقع مميز بشعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. هنالك درب التمياط برفقة ميجر من المسار الخارجي. يتقدم جو فاست تراولاند في المطاردة لا تزال جارية في المنعطف الأول وأخير في هذا الشوط. هنالك خالد الميموني يبحث عن مسار برفقة فريش ووتر كيلفز. هنا القدوم لجو فاست تراولاند الذي يبدأ في المرتبة الأولى. هنا يوسف الحصين يستحث فاسيلاكوس وهنالك محمد الدهام يستحث مسيور جامبو من المسار الأوسط في هذا الشوط. دريفو يتمركز في موقع مميز قادم. أحمد الشرار لم يطلب منه التقدم حتى الآن وكذلك جو فاست تراولاند. نظرة إلى الوراء من قبل نايف العزي بسرعة مليان هنا في هذا الشوط. يتقدم يستحث قليلا جو فاست تراولاند. فاسيلاكوس في المطاردة ودريفو قادم من المسار الخارجي. هنا دريفو قام بالتبديل بدأ مع أحمد الشرار بشعار صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. قادم دريفو وسع الفارق. دريفو قام بالطريان. دريفو هنا دريفو قادم لكي يسجل أولى انتصاراته في موسم سباقات الرياض بأداء رائع واستعراض مميز في هذا الشوط. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. ألف مبروك للمدرب جيمس جيركز والخيال الرائع أحمد الشرار أبن دان سيلي. وعودة للاستوديو التحليلي الذي صادق على الترشيحات.